الاسطول. الاسطول احنا عرضت لسيادته برضو ان احنا تثبيت الحوض العام الجديد فخر القناه اللي هو 35,000 سن في بورسعيد. ايوه. بجوار كثافه بورسعيد عشان ده يبقى ان شاء الله من ضمن الخدمات اللي احنا بنقدمها للسفن اللي بتعبر قناه السويس. لو في سفينه فيها محتاجه تعمل تترفع على الحوض، تغير نعم. حاجه، تقف جنب نعم. القناه، فيبقى احنا جاهزين. ودي برضو كان جايبينه من كوريا الجنوبيه جديد وحوض عملاق، يعني حاجه كويسه. فدي دول يعني اهم الموضوعات اللي احنا اتكلمنا بيها مع سيادته. طبعا توجيه سيادته بقى لينا ان احنا نستمر في دايما رفع كفاءات الوحدات البحريه بتاعتنا، المجرى الملاحي، الاستثمار، ونزود الاستثمار بتاعتنا ونفعلها ونوسعها ونشتغل مع القطاع الخاص. يعني دايما توجيهات سيادته دايما في هذا دايما التركيز على فكره التعامل مع القطاع الخاص. طبعا انا عرضت اقتراحات رسوم العبور على سيادته برضه، لازم يصدق طبعا. وعايز اقول بس على موضوع رسوم العبور ده، احنا ما بنعملوش عشوائي كده يعني يلا بينا نزود كذا، لا. يعني ده بيقعد بندرس بالثلاث والاربع شهور قبل، يعني احنا من شهر 6 تقريبا بندرس التوقعات الاقتصاد العالمي ل 24. احنا عندنا اداره تخطيط البحوث طبعا الوحده الاحصائيه، ف درسنا درس الموضوع كويس جدا يعني. وقال نعم. متوقعات الاقتصاد السنه الجايه في استمرار في معدلات النمو للاقتصاد العالمي بنسبه 3%، وفي نعم. كمان نمو في التجاره العالميه برضو بنقول بحرا برضو البحر يعني برضو 3%. نعم. وصندوق النقد الدولي بيتوقع انخفاض معدل التضخم العالمي في 24 ليصل الى 5% مقارنه بمكان السنه اللي فاتت 22 السنه اللي فاتت بنسبه 8%، وده هيؤدي لزياده الطلب على السلع والخدمات وبالتالي زياده الطلب على النقل البحري. برضو نعم. بنبص احنا على تاجير السفن من دلوقتي، الناس أيوه. تبدا للسنه الجديده تبدا تحجز او تاجر سفن، ففي زياده وطلب على تاجير السفن، معنى كده ان العمليه هتبقى في رواج يعني. برضه أيه. استمرار الازمه الاوكرانيه الروسيه ده بيخلي في طلب على البترول والخليج من الجنوب من الخليج يعني، وبالتالي بيقوم بيعبر قناه السويس، ما كانش بيعبر قبل كده اللي جاي من روسيا واوكرانيا بيروح اوروبا ما بيعبرش قناه السويس. فدلوقتي نعم. استمرار الحرب لسه موجوده، يبقى احنا برضه في تدفق للسفن من الجنوب. دي نعم. يعني نقاط من النقاط اللي احنا، لكن احنا حقيقه برضه انا صح حاجه بعد اذن حضرتك، انت قلت ان احنا هنزود 15%، هي ان احنا هنزود من 5 ل 15%. في بعض يعني السفن الزياده المحتمله في يناير المقبل من 5 ل 15. في بعض السفن زي الصب الجاف والبضائع العامه والدحرجه دي هتزيد 5% بس، لان النمو بتاعها السنه الجايه هيبقى قليل يمكن اقل من 2%. نعم. قصدي ان كل حاجه مدروسه يعني، وال 15% بقى دي للسفن اللي هي نقلات البترول ونقلات المنتجات البتروليه والكيماويات، حملات السيارات والغاز البترولي والغاز الطبيعي، كل دي حاجات فيها رواج اكبر. يعني كل نوع للزياده الخاصه بيه. تمام. فاحنا بنشوف كل نوع ممكن يتحمل زياده قد ايه، بحيث يبقى الوفر برضه في قناه السويس هو الاحسن، وبالتالي يجي في قناه السويس. لكن احنا دايما بنحسب برضه نقول يعني التجاره النقل البحري في البترول وفي الغاز بتزيد والناس بتستفيد من الموضوع ده، لازم قناه السويس برضه تستفيد. ما انا بادي خدمات، انا كل اللي بعمله ده واللي هعمله بعد كده ان شاء الله في الزواج الكامل هيصرف عليه فلوس، لازم برضه يبقى انا كمان برضه ما دام في زيادات يبقى انا برضه لازم نجيبني من الزياده دي برضه جزء بتعامل بيه مع الخدمات اللي انا بقدمها الجيده، بتعامل بيه نعم. مع الشروعات اللي انا بعمل بيها تطوير. نعم. ده لا، وبقى في سيرفيس جديد كمان يا فندم، ده غير اللي هيضاف. طبعا اكثر من سيرفيس. فبنقول ان احنا ايه، احنا بنتعامل مع الموضوع بواقعيه وبدراسه جيده، وبنشوف كل سفينه، احنا بندرس كل سفينه هل تتحمل 5% ولا 7% ولا 10% ولا 15%. نعم. فدراسه جيده وتراجعت كذا مره وحققنا بيها كذا مره، والحمد لله احنا اعلنا ان احنا ان شاء الله هنزود من 5 ل 15% اعتبارا من يناير ان شاء الله. موفقين دايما، واسمح لنا ان تعرف انا يعني من الناس المهتمه، شاني شان كل المصريين بقناه السويس، فيعني اسمح لنا نتابع مع حضرتك سياده الفريق. أمي. بشكرك فن، بشكرك، شكرا جزيلا، بشكرك.